جديد، اندلع حريق ضخم داخل مصفات نفط في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحريق أتى على عدد من صهاريج نقل الوقود، كما التهم مصفات نفطية وخزانات للنفط الخام، مشيرة إلى وقوع عدد من المصابين نتيجة النيران، بينما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخمادها. وننوه لأن هذه صور مباشرة لهذا الحريق الضخم الذي التهم عددا من الخزانات وصهاريج نقل الوقود داخل مصفاة للنفط في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وبحسب السلطات لا يوجد حتى الآن ضحايا، وإنما هنالك عدد من المصابين نتيجة هذه النيران، فيما تحاول فرق الإطفاء العمل على إخماد هذه النيران.